اشتباكات مروعة شهدتها غابة النصر اليومين الفائتين، دبابات وقطع طرق ونيران ثقيلة، حرب متكررة ما أن تنتهي اليوم سرعان ما تتأجج غدا، وفي كل مرة الحجة ذاتها تأمين طرابلس، فلا أمنة طرابلس ولا قضوهم على بعضهم البعض. ومن جنون الميليشيات نأخذكم إلى مشاهد مختلفة تماما تدعو للافتخار بمعسكرات تدريب سلوق والمرج والأبيار. ونختم الحلقة بذئاب في وادينا، فيلم قصير يلخص كل الحكاية. أهلا بكم مشاهدينا إلى أكثر. داخل غابة، وهذا الملعب ما فيش ليبيا ما يعرفهاش تاع الغابة، وهذا من الإمارات. نحن عسكريين ونحمل تحت إمرة قيادة شرعية منتخبة من شعبنا، فحمايته والدفاع عنه أمن عن أمنه القومي هي عقيدتنا. رسالة نبعثها إلى كل العالم، ألم تسألوا عن المؤسسة العسكرية؟ انظروا وناظروا وتابعوا وشاهدوا. السلام عليكم ورحمة الله. كثيرا ما تحصل الاشتباكات المسلحة في طرابلس، فليس مستغربا أبدا أن تسمع كل ليلة فرقعة هنا أو قعقعة هناك. فمع كثرة الميليشيات تتكرر المناوشات ولأتفه الأسباب، ولكن ما حدث الخميس كان مختلفا. عواميد دخان أسود ودبابات تنطلق في الشوارع ونيران شرهة، مشاهد لا يمكن وصفها إلا بهستيريا ثورة لم تنجح إلا في إسقاط طاغية، وحتى هذا النصر بات مشكوكا في أمره. فلنتابع التسجيلات التي وثقتها كاميراتكم وكاميرات المتقاتلين أنفسهم. طاغي نهاية. ساعة الآن 6:30 داخل غابة، وهذا الملعب ما فيش ليبيا ما يعرفهاش تاع الغابة، وهذا من الإمارات. 100 100 واكتبوا على الكرطوني، على الكرطوني اكتبوا. ونستضيف في أكثر من ضيف حول موضوع الميليشيات المتصارعة في طرابلس. معنا من طبرق عضو مجلس النواب علي التكبالي، ومن طبرق أيضا المحلل السياسي محمد عبيد، ومن بنغازي الناشط السياسي أحمد التواتي. أهلا بجميع الضيوف، وأشير هنا إلى أننا اتصلنا بشخصيات أمنية وخدمية من طرابلس لكنهم رفضوا التحدث عن الموضوع. أبدأ معك دكتور التكبالي، يعني هل من الصعب
عليهم التحدث عن الاشتباكات التي جرت في طرابلس لهذه الدرجة؟ ما الذي يجعلهم يمتنعون عن الظهور؟ بالطبع يا سيدي، أنت تعرف أن طرابلس تكمم بها الأفواه، وقد يقتل الشخص الذي قد يقول كلمة كرامة أو قد ينتقد هذه الميليشيات. الوضع معروف وصعب جدا في طرابلس، وهناك من يحكي كلمة واحدة في المقهى فيأتون إلى بيته في الليل ويأخذونه ولا يعود أبدا. فإذا هؤلاء الناس حتى لأصدقائنا المخلصين الذين نعرفهم جيدا لا يتكلمون معنا لأنهم يخافون. فإذا هناك تكميم في الأفواه وإرهاب تام، ثم انتقل هذا التخويف إلى القتل وإلى أصوات الرصاص التي تسمعها كل ليلة، وإلى التخويف وإلى التنمر وإلى التسلط. فهذا الذي يحدث. إذن أنا لا ألوم حتى أصدقائي الذي أحصل منذ أن كنت طفلا لا يستطيعون أن يكلموني لأنني أعرف ماذا يحدث هناك. لكن ما الذي يجب أن يقال حول الاشتباكات التي جرت الخميس والجمعة في طرابلس وأفزعت الكثير من أهالي العاصمة؟ نحن تنبأنا منذ زمن بأن هناك سوف يكون تموضعا للميليشيات ومحاولة للسيطرة على طرابلس، وهي العاصمة كما تعرفون، وفيها الكثير من المؤسسات. إذن الذي يحدث هو إعادة التموضع، ولكن قد يفشل في بعض الأحيان فيعودون إلى التهدئة، ثم يعودون مرة أخرى إلى الحرب. إذن ما نراه اليوم هو فيلم سمج سوف يعود ويعود ويعود ويتكرر إلى أن نتخلص من هذه الميليشيات التي سيطرت على طرابلس وعلى عنق ليبيا. ولكن كل ميليشيا توجد في طرابلس تقول بأنها شرعية وتتبع جهات شرعية، وبأنها يعني تعمل على تأمين العاصمة طرابلس من الإرهابيين ومن الغلاة والبغاة، تحديدا كما وصفت ما تسمى بكتيبة ثوار طرابلس. بعد أن جاء المجلس الرئاسي وارتكن إلى الميليشيات وارتهن إليها وسلم نفسه لها وتكلموا عن الأمن وعن الأمان، نرى ماذا يحدث الآن. تأتي إليك الميليشيا وتقول نحن الشرعيون، فعلا يحسون أنهم شرعيون لأنهم يتلقون الأموال ويقتلون الناس تحت اسم الشرعية، وهذه الحكومة أصلا هي ليست شرعية، فلم تتحصل على قرار من مجلس النواب ولم تحلف اليمين أمام مجلس النواب، ولكن هذا العالم الظالم أراد أن يتعامل معها، فهذه هي النتيجة. وهذا هو كوبلر، وهذا هو ليون، وهذه الأمم المتحدة التي أهملت ليبيا وبعثت لنا بأسفل من عندها. لكن ألا تحظى هذه الميليشيات بنوع من الدعم في العاصمة، سواء من مسؤولين وسياسيين بعينهم أو حتى عدد من المواطنين في الشارع؟ أما المواطنين في الشارع فلا أعرف من يحب هذه الميليشيات، ولكن المسؤولين طبعا هم يريدون هذه الميليشيات لأنها تحميهم ولأنهم يدفعون لها الأموال لأن لهم مآرب أخرى، وهناك دول خارجية تحرك هذه الميليشيات وتقوم السلاح متى تريد وتقول لهم اخرجوا الى الشوارع بجبهاتكم الصبيئه وروعوا الناس واقتلوهم وارهبوهم. هذا شيء نعرفه وشيء طبيعي يحدث كل يوم، واصبح الليبي يعرف ان هناك رصاص يسمع غديره كل ليله ولا يحرك ساكنا، ولكن في المره الاخيره كان الوضع اكثر أزمة، لأننا كما نعرف أن هذا المجلس الرئاسي سوف ينتهي قريبا، وأن هناك تموضعا وتمحور في طرابلس، وهناك من يريد أن يسيطر عليها كي يضمن أنه يسيطر على ليبيا أو هكذا يظن، ولا يهمهم أن تمزقت البلاد أو مات المواطن أو أي شيء آخر، المهم أنهم يريدون أن يسيطروا بأي طريقة. ما الذي تقصده دكتور علي تكبالي بإعادة التموضع في طرابلس؟ كررت هذا الأمر مرتين، هل شرحته أكثر بنوع من التفصيل؟ من يعني يتصارع مع من في إطار هذا التموضع الجديد؟ أنت تعرف أن طرابلس محتلة من قبل ميليشيات، وكل ميليشيا تعتبر أن هذه المنطقة هي ملكها. الآن يحاولون، من يحاول أن يذهب إلى منطقة أخرى يجد ميليشيا تقف أمامه، كما قال لكم السيد درمان منذ يومين أنه
وضع ساترا ترابيا، فظن أغنوة وجماعته وميليشياته أنه يريد أنهم يريدون أن يهاجموه. فهذا هو ما أقصد به من التموضع، محاولة كسب أرض جديدة على حساب ميليشيات أخرى. نعم، أتحول الآن إلى المحلل السياسي من طبرق محمد عبيد. أستاذ محمد، أهلا بك في برنامج أكثر. طيب، ريثما يجهز الأستاذ محمد عبيد، أتحول إلى الأستاذ أحمد التواتي الناشط السياسي من بنغازي. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. هل من المنصف أن نضع جميع الميليشيات أو جميع المجموعات والكتائب المسلحة الموجودة في غرب البلاد في سلة واحدة أم لا؟ نعم، الميليشيا لديها تعريف واحد وليس اثنان. كل مدن يحمل السلاح ويتمترس وراء مجموعة معينة، سواء على بعد منطقي أو سواء على بعد جهوي أو سواء على بعد قبلي، يدخل في إطار الميليشيا. لا يمكن أن نحن نفصل الأمور عن بعضها. للأسف الشديد طرابلس سنحت لها أكثر من فرصة أن هي تتخلص من هذه الميليشيات، ولكن للأسف الشديد ما نبيش نقول سلبية أو إلى آخره، ممكن هو من أوصل الوضع إلى ما هو عليه. معادلة الشعب غائبة بالكامل في طرابلس، هي من جعلت هذه الميليشيات تستقوي، وهي من جعلت كل حكومة تأتي لابد أن هي ترتهن لهذه الميليشيات وتحاول أن هي تعقد معها صفقات، أو لا نقول صفقات، ممكن أن هي تحاول أن أو ترى أن هي تتواءم معها في البداية على أمل أن تتخلص منها في النهاية. ولكن للأسف الشديد ما يحدث دائما هو العكس، أن هذه الميليشيات هي من تتغول وتبتلع الحكومات وتبتلع الدولة بكاملها، والضحية للأسف الشديد هو المواطن الذي يعاني ما بينهم، غير مكترثين، ناس ليست مسؤولة يعني بأي درجة من الدرجات، رصاص بهذه الطريقة، دبابات في الشوارع، دانات من هنا ومن هناك. يعني هم هل يخفى على أي فريق منهم أن هذه القذائف قد تسقط على منزل، تحرق سيارات ناس، تقتل الأشخاص؟ ولكن للأسف الشديد غائب عليهم هذا، وبالتالي في نظري وفي نظر يعني الناس، هؤلاء هم مجرمون، هم عبارة عن ميليشيات تتمترس وراء سلاح، إما خوفا من أن تطالها العدالة ويطالها الحساب، أو أن هي تبحث عن مصالحها أو تبحث عن المال بصفة خاصة. هذه الميليشيات منذ 6 سنوات تقريبا وهي تتمترس خلف أسلحتها، أما نقصت هذه الأسلحة؟ للأسف لن تنقص هذه الأسلحة. تجار السلاح هذه هي أفضل فرصة لهم، وهذه أفضل توقيت لتجارتهم، لترويج تجارتهم. للأسف الشديد من يبيع السلاح لكل الأطراف هو شخص واحد في كل الاتجاهات في كل ليبيا، هو نفس العراف يبيع لهذا ويستفيد منه، ويبيع للي يتقاتل معه ويستفيد منه، حتى من يستعين بمجموعات لتقاتل معه للأسف الشديد هي نفس المجموعة تقاتل معه، ثم تذهب وتقبض أموال وتقاتل مع اللي قاتل فيه. فلن ينتهي السلاح بهذه الطريقة ما دام يوجد تغذية للصراع من الخارج، ما دام كل طرف خلفه مجموعة دولية تسهل دخول السلاح أمام مرأة ومسمع كل المجتمع الدولي وتغاضيه وتعاميه عنها، ورغم كل القرارات الموجودة من الأمم المتحدة، ولكن للأسف الشديد بطريقة أو بأخرى يتغاضون عن دخول السلاح. ومعروف أن تجار السلاح في الغرب أو في العواصم الكبيرة هي من تتحكم حتى في سياسات دولها. يعني أتحول إلى أحد المواطنين من طرابلس، محمد الكوني. محمد، أهلا بك في برنامج أكثر. التومي، محمد التومي. محمد، يبدو أن الاتصال انقطع بمحمد، قد نعيد الاتصال به في سياق هذا النقاش. أعود إلى المحلل السياسي من طبرق محمد عبيد. أستاذ محمد،
اهلا وسهلا، مساء الخير. صحيح انا مهتم بالشان العام ولست محلل سياسي استاذ نبيل. نعم، مهتم بالشان العام. طيب، من انطلاقا من هذه الصفة، كيف نعيد قراءة الاقتتال الذي جرى في غابة النصر ومحيطها الخميس والجمعة في طرابلس؟ لعل الاشتباكات بين المجموعات والميليشيات المسلحة ليست بجديدة على العاصمة وليالي العاصمة وأهل العاصمة، ولكن هذه الاشتباكات أخذت طابعا آخر، ربما أكثر ضراوة من حيث استخدام الأسلحة. هذا يشير إلى علامات كثيرة يمكن يعني أن يفتح الباب في أي وقت على يعني مواجهات مسلحة من نوع أخطر مما يحصل بين فرد وآخر، بين ميليشيا وأخرى في الليل، وتنقضي المواجهات عند طلوع الشمس اليوم التالي. كيف تعيد قراءة ما جرى؟ أولا كما ذكرت أستاذ نبيل وأستاذ أحمد اتفق معه في الرأي، الميليشيات الآن في حالة نسميها غلق ملفات، أي بما معنى في التصفية الجديدة اللي حددت بعد الاتفاق السياسي والانقسام اللي حدث مع ما يسمى بفجر ليبيا في طرابلس. هذه الميليشيات أصبحت الآن في وضع حرج للغاية، وانتشارها جاء يعني زخم الانتشار جاء تحديدا بعد اندحارهم من بنغازي وسرت ودرنا فيما سبق، وكلهم توجهوا الى طرابلس. هذه المجموعات المسلحه اللي كانت في الشرق كلها فرت وتوجهت الى طرابلس وتمركزت في اماكن حتى وان كانت معلومه فيما سبق، يعني الاماكن اللي هي موجوده فيها مش جديده، في رابط النصر ولا وسط البلاد ولا في ضواحي العاصمة طرابلس، ولكن الزخم ازداد عليها عتاد وعدة وأفراد. واللي حدث أخيرا الحقيقة هو ناتج طبيعي جدا، أراه ناتج طبيعي جدا لطول مدة بقاء هذه الميليشيات وتمركزها في أماكنها. اللي حدث أخيرا صحيح أن حدث يعني يعتبره مفصلي في طرابلس، وان شاء الله ما يتطورش اكثر من ذلك، لان السلاح الذي يستخدم اخيرا وخاصه عندما نرى الدبابات في شوارع المدينه في الاحياء السكنيه بين الناس وفي وضح النهار وفجاه، فهذا فعلا تحول خطير جدا، ان شاء الله لا يتطور مره اخرى. نعم، أتحول إلى محمد التومي أحد مواطني طرابلس. سيد محمد، أهلا بك في برنامج أكثر. أهلا بك. أهلا بك. أسأل، أهلا وسهلا، كيف مرت عليكم أو مر عليكم اليومان الماضيان في طرابلس على ضوء الاشتباكات التي حصلت؟ لا يخفى على أحد فما حدث مساء الخميس وطوال الخميس وأمس الجمعة إلى بعد صلاة الجمعة، يعني امر مروع، وقوى الامنيين والضرب استعمال الاسلحه الثقيله هذا امر خطير يحدث في العاصمه في طرابلس. نعم، لكن ما موقف الشارع العام في طرابلس مما جرى ومن الميليشيات هذه التي تتقاتل يعني في كل لحظه تقريبا وعلى اي شيء يمكن ان يحصل بينها؟ اولا لابد ان يفهم المشاهد الكريم ويفهم الجميع بان الاشتباكات التي جرت في محيط غابه النصر، اي في مساحه لا تتعدى الكيلومتر المربع، بينما الحياه عاديه في معظم شوارع طرابلس مساء الخميس والجمعه. ويجب هنا الذكر والوقوف على لماذا هذه الاشتباكات. هذا بالتسجيل وبالاسكات وبالصوره وروايه كتيبه السابق هي روايه صحيحه 100%، لان هناك كتيبه داخل غابه النصر لديها برامج وهناك من يمولها، وهذه استمرت كانت تعبد لأن العاصمه وتكون الارواح والابرار اخطر مما حدث في المضيتين. حدث من خارج مدينه طرابلس وتحدث عن الميليشيات، المسلحه موجوده في كل المدن المدنيه، انا احمل المسؤوليه على هذا ما يحدث في طرابلس،
هو عدم موافقة مجلس النواب وعدم منح الثقة وعدم القيام بواجبهم، لأن الاتفاق السياسي الليبيون جلسوا طوال السنة يتحاورون من أجل إخراج ليبيا من هذا المأزق، ولكن مجلس النواب لم يوفي بوعده ولم يقم بالإجراء الذي جلس من أجل أعضاء الموسم الوطني. الآن نجد أعضاء من مجلس النواب يتحاورون مع أعضاء من أعضاء الموسم الوطني، وهم من أوصلوا، هم من أنشأوا الميليشيات ومولاها بالسلاح وما يحدث في طرابلس وفي كل مدن. لكن أستاذ محمد اسمح لي، الميليشيات هي موجودة حتى قبل ما نعرف شيء اسمه مجلس نواب. نعم. الميليشيات والمجموعات المسلحة هذه موجودة من أول يوم في عام 2011، يعني هذه لم يوجدها مجلس النواب وإنما هي وجدت قبله، فهل يعني من الصعب أن نحمله مسؤولية انتشار أو تواجد هذه الميليشيات كما تقول؟ أنا أحمل مجلس النواب لأنه لم يقوم بواجبه من تجاه الاتفاق السياسي الذي جلس من أجل مع نظرائه. لو تمت الوقت مجلس النواب لحكومة الوفاق الوطني، وحكومة الوفاق الوطني تعمل بكل طاقتها وإمكانياتها لإنتاج هذه الميليشيات. لكن يبدو أن حكومة الوفاق الوطني أو المجلس الرئاسي يعني تجاوز نقطة مجلس النواب أو الجلوس معه أو الاعتراف به، لأنه دخل طرابلس ويحكمها من قاعدة أبو ستة لغاية هذه اللحظة، بالتالي الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني من عدمه. أستاذ محمد هل اعتراف مجلس النواب بحكومة الوفاق من عدمه هل يغير من واقع الميليشيات المتغلغلة في طرابلس شيئا أم لا؟ هذا هو السؤال. أقول بأن يعني اعتراف مجلس النواب بحكومة الوفاق الوطني من عدمه هل يغير من واقع الميليشيات الموجودة في طرابلس الآن شيئا يعني؟ نعم سيغير، لأن سيكون هناك جيش واحد وهناك تكون مؤسسات واحدة وستعمل حكومة الوفاق من أجل الليبيين جميعا. أنقل هذه النقطة إلى عضو مجلس النواب علي التكبالي. دكتور علي، تتحملون جزءا من المسؤولية فيما يتعلق بتغلغل وتغول هذه الميليشيات على الأقل في طرابلس، بما أننا نتحدث عن طرابلس. دكتور علي التكبالي. طيب، نتوجه إلى الناشط السياسي أحمد التواتي. نعم معك. ما رأيك في هذه النقطة الذي أثارها المواطن محمد التومي من طرابلس؟ يعني يعني التوافق السياسي هل يغير شيء من واقع الميليشيات الموجودة في غرب البلاد؟ نعم، هذا صوت مواطن، وبالتأكيد يشاطره الرأي مواطنون كثيرين في هذه الحوادث. للأسف الشديد إن الإشكال السياسي والمشكل السياسي اللي كان على مستوى البرلمان والمؤتمر الوطني السابق والحوار اللي أخذوا فيه 8 أشهر وافقوا عليه ب 116 صوت، ثم بدأوا يتلونون وبدأوا يخلون به لأن بعض منهم لم يتحصل على مكاسبة. كل هذه الإشكاليات بالتأكيد لن تؤسس لأن تكون أو يتولد لدينا عوامل قد تقود إلى أن نحن نخلق حالة من الاستقرار وأن نجلس مع بعض ونفكر كيف يمكننا أن نحلحل هذه الميليشيات وكيف يمكننا أن نحن نخرج من هذا الوضع. كل الإشكال اللي قام به الساسة خلال الفترة اللي فاتت بالتأكيد سبب من أسباب هذا الصراع واستمراره وتناميه للأسف الشديد في المرحلة القادمة، بل زدنا عليها. بدل ما كنا نعاني في إشكالية ميليشيات الآن نعاني في ميليشيات واقتصاد. للأسف الشديد هؤلاء الساسة غير مدركين غير واعين إلا لمصالحهم الخاصة، إلا لأهوائهم الشخصية، إلا لعصبياتهم، وكأنما تنفلوا من الشعب بالكامل، لا ينظرون إلى معاناته لا من قريب، لا ما يبوش حتى يتنازلوا. يا أخي أنت بإمكانك تتنازل، مش بالضرورة لازم تكسب،
يعني ما نش في حرب، انت مباراة هذا لازم تكسب ولا تخسر، يجب ان تقدم للوطن، يجب ان مش رايك هو اللي لازم يمشي والاخرين يذهبوا للجحيم. للاسف الشديد ما عندناش العقلية اللي تفكر بهذا الشكل. الاشكال اللي صار يعني يا ليش انت تبي ترفض الاتفاق السياسي ضد، ما عندك عليه تحفظات، لا تجلس من البداية، فكر في بدائل اخرى، ارعى انت بنفسك حوار وامشي فيه. اما انك مشيت 8 اشهر ووافقت واقريت به، نعم، وبعد ما يجي الوقت التنفيذ تبقى تخل وتبقى تماطل. لكن اسمح لي استاذ احمد، مش عارف ايش على 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 الاشكاليات استاذ احمد، عذرا، لكن ما مدى قبول هذه الميليشيات وقادة هذه الميليشيات بالتوافق السياسي المزعوم هذا ان حصل؟ لانه في النهاية حتى لو توافق سياسيون سوف يضرب قادة الميليشيات بهذا التوافق عرض الحائط. يا سيدي الميليشيات يجب ان يعرف الجميع، الميليشيات نحن عندنا عامل مغيب لا نستعمل فيه، وممكن لان ما جربناش نحن، العيب الثورة بتاعنا انها تم عسكرتها بشكل مبكر، يعني ما تذوقناش قيمة ومعنى التغيير السلمي زي ما صار في مصر وزي ما صار في تونس في البدايات. وبالتالي أصبح لدينا قناعة أن لا يمكن تغيير شيء، ولا يمكن إسقاط شيء، ولا يمكن تحويل كيان أو تغييره من مكانه إلا بالسلاح. هذه ثقافة للأسف الشديد تولى عندنا. لكن السؤال يا أستاذ أحمد، رائدة في أستاذ أحمد، السؤال هو يعني السؤال هو كيف تقنع الآن ميليشياوي موجود في معسكره أن يتنازل عن 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 هذا النفوذ وعن هذه السلطة الميليشياوية التي تحصل عليها؟ هو سؤال أن تقنع الميليشياوي لا أن تقنع الشعب، الشعب يعني قد مقتنع يعني وقابل لهذا الموضوع. أقنع أقنع الميليشياوي الآن، هل تستطيع؟ لا السياسيين، لا السياسيين بكل اصطفافاتهم، يعني الشعب هو منقسم على نفسه، مجموعة مع هذا التيار ومجموعة مع الصف الآخر، الشعب متقسم على بناء على هذه الانشقاقات السياسية. لو السياسيين جلسوا مع بعضهم وتفاهموا وكل واحد وصل رسالة للقاعدة الجماهيرية متاعها ان هذا الاتفاق او ان توصلنا الى حل، يفترض ان الان بنقولوا الواضح الاتفاق في موضوع الجيش والشرطة، لا يوجد اي كيان مسلح الا الجيش والشرطة. والميليشيات يجب في البداية خروجها من المدن وبعدين بآلية معينة حددها الاتفاق السياسي يبدأ في حل حالتها. لو الجميع توافق على هذا الكلام وخلوا الأمر وصلوه للشعب بطريقة صحيحة ليس بطريقة مغلوطة، وكل واحد يشيطن في الآخر وكل واحد يطعن في الآخر وكل واحد إلى هذا، لكان الشعب هو المفتاح اللي ينهي هذه الميليشيات. يا اخي في مشكله مثلا بتاعت في طرابلس بتاع غرغور، يعني يوم واحد كانت كفيله بان تخرج ميليشيا بقوه ميليشيا غرغور من معسكرها وترجعها الى المدن بتاعها. نفس العمليه صارت في بنغازي، اكبر كتائب لبنغازي اللي هي رفع الله صحاتي اللي اصبحت داعش من الطراز الاول، في ليلة واحدة تم إفراغها بفضل شعب، لا يوجد لا دخل لا في جيش ولا ذاك الوقت ولا في سلاح عند الدولة ولا إلى آخره. شعب عبارة عن أنه هو يقف أمام مقر هذه الميليشيا كفيل بأنه هو ينسحها من الوجود. ثق وتأكد أن قادة هذه الميليشيات لا تزال تخاف من معادلة الشعب، لكن نحن للأسف الشديد مش عارفين قيمة أنفسنا ولا عارفين قوتنا ولا عارفين مقدار تأثيرنا. مؤتمر وطني، مؤتمر وطني أعلنها صراحة أني لن أسلم السلطة إلا بعد الدستور، ولكن عندما الشعب خرج وقعد في الشارع أيقن أن هذا ما يقدرش يقاومهم لا بسلاح، وكان يملك الميليشيات، كان قبلها بمدة بسيطة بس دافع 900 مليون مرتبات لميليشيات دروع وغيرها. طيب دعني هذا جيد. لم يستطع تحريك هذه الدروع امام الشعب وغصبا عنا ارغم على ان لنسمع من النائب علي التقبالي انتخابات اخرى، لنسمع من النائب علي التقبالي. اسمح لي استاذ احمد، اسمح لي، وضحت هذه النقطه دكتور علي التقبالي. يتفق عدد من الضيوف في هذا النقاش على ان على مبدا انه اذا اتفقتم انتم السياسيين وحللتم يعني هذا النزاع السياسي بينكم من الطرفين
سوف تنصاع الميليشيات للإرادة السياسية الجديدة. هل هذا هو ما يجري أو ما قد يجري فعلا، أم أن هناك واقع آخر تفرضه الميليشيات غصبا عن أي توافق سياسي يمكن أن يحصل؟ هذا حلم بعيد التحقيق، لا يمكن أن يتفق السياسيون أولا، وثانيا حتى إذا اتفق السياسيون فإنهم لن يستطيعوا أن يفرضوا على هذه الميليشيات أن تنصاع لهم. هذه الميليشيات تنمرت وتسلطت على كل حكومة تأتي إلى طرابلس، والحل الأوحد هو على مجلس النواب أن يكون واقعيا وأن يجلس وأن يكون حكومة قوية تتفاهم مع هذه الميليشيات إما طوعا وإما كرها، وأن تخرج هذه الميليشيات من طرابلس. وأقول لك وأنا من طرابلس أن أي حكومة تأتي لا يجب أن تحكم من طرابلس في هذه الأثناء، عليها أن تحكم من خارج طرابلس حتى تخرج هذه الميليشيات، ولن يكون هناك ليبيا حتى تخرج هذه الميليشيات كما قلت لك إما طوعا وإما كرها. لابد أن نتخلص من هذه الميليشيات لأنها تنمرت وذاقت المال وضاقت التسلط وضاقت الحكم وضاقت كيف تكون هي الدكتاتور الأوحد في البلاد وكيف ينصاع لها الجميع. إذن ليس هناك من مصلحة في أن تتفاهم هذه الميليشيات مع الحكومة بالطريقة التي يظن البعض أنها سوف تتفاهم معها. هذه الميليشيات لن تأتي إلا بالقوة، ولن يكون هناك ليبيا بدون كسر هذه الميليشيات، ويجب أن تخرج من هذه البلاد بعد أن تسلطت وسرقت الثورة وتدعي أنها الثورة. هل الثوري يأتي ويقتل أخاه أو هل الثوري يأتي ويحرق بلده؟ هذه الميليشيات يجب أن تخرج إذا أردنا ليبيا أن تعود. وهناك من يشعل النار ويحمي هذه الميليشيات ويمدها بالمال، وهي تحصل على المال من الحكام أنفسهم، وهذا السراج الذي أتوا به والذين لا زالوا يحمونه حتى الآن ويصرون على بقائه. هذا هو الرجل الذي قلت من زمن أن في زمن في عهده سوف تتنمر الميليشيات كما لم تتنمر من قبل. كيف تقيم دكتور تكبالي ردود فعل المجلس الرئاسي؟ كيف تقيم ردود فعل المجلس الرئاسي حيال الاشتباكات التي جرت؟ المجلس الرئاسي عاجز تماما عن فعل أي شيء، وهو في خضم المعركة هناك لا يستطيع أن يخرج حتى من مكانه. المجلس الرئاسي تحت الميليشيات تماما ولا يستطيع أن يعمل أي شيء آخر، وهذه الميليشيات تتنمر باسمي وتقاتل باسمي، وهي تقاتل ميليشيات أخرى تدعي أنها من الثوار، وهؤلاء من الثوار ولا نعرف حتى الآن من هو السائر الحقيقي. لكن أشرت إلى نقطة مهمة دكتور تكبالي، تقول إنه يجب أن يعني تكون هناك حكومة قوية يعني تدخل في موضوع الميليشيات وتحله إما طوعا وإما يعني بالقوة أو قهرا، ولكن كيف يمكن أن تولد هكذا حكومة أيا كانت هوية هذه الحكومة إن كنتم أنتم في مجلس النواب تتمسكون بمواقفكم السياسية ولا تغيرون من آرائكم بشأن من يوجد في الضفة الأخرى؟ هذا كلام جميل. مجلس النواب ضعيف في أضعف حالاته، ولكننا نتمنى من مجلس النواب أن يجلس وأن ينسى خلافاته حتى يكون هذه الحكومة التي نتكلم عنها. بدون هذه الحكومة القوية التي تكون التي تتعاون مع الجيش ومع القطاعات الأخرى لن نستطيع أن نهزم هذه الميليشيات، وأيضا بدون أن نلجم تلك الدول التي تمدها بالسلاح عن طريق التغير السياسي الذي بدأ يلوح الآن في الأفق فإننا لا نستطيع أن نهزم هذه الميليشيات أيضا. ولكن أقول لك الهدف الحقيقي الآن يجب أن تهزم هذه الميليشيات وأن تخرج من طرابلس، وإلا فلن تقوم ليبيا. لكن لماذا التمني يعني بحكومة يعني توافقية يعني تدخل في هذا الفراغ وتواجه الميليشيات ونحن عندنا حكومة يعني هي حكومة الوفاق ولو كانت مقترحة؟ أي حكومة تتكلم عنها؟ المجلس الرئاسي وحكومته؟ نعم، حكومة الوفاق المقترحة. في النهاية هذه حكومة شكلت من الطرفين بغض النظر عن الملاحظات التي عليها، لماذا علينا أن نعود من جديد وأن نبدأ في تشكيل حكومة قد تواجه نفس مصير الرفض ونحن قد قطعنا شوطا في حكومة موجودة الآن؟
سيدي هذه الحكومة أتت من جيب ليون ولم تأتي من الليبيين، وأثبتت ما قلناه عنها منذ اليوم الأول. هذه أتت وهي ضعيفة وستنتهي وهي ميتة. هذه الحكومة ليست حكومة، أنا أتكلم عن حكومة قوية، تسميها حكومة حرب أو حكومة أزمة أو ما تشاء، ولكن يجب أن تكون حكومة قوية تتفاهم مع الجيش الوطني الليبي، وأن تكون فعلا قوية بالجيش في الغرب وفي الجنوب وفي الشمال وفي الشرق. هذه هي الحكومة التي نتكلم عنها. أما هذه الحكومة الواهية التي أتت لترضي هذا أو ذات، أو لترضي هذه الجهوية أو هذه القبيلة، أو لترضي هؤلاء المتأسلمين، هذه ليست حكومة. لكن المشكلة دكتور، دكتور تكبالي، هل هذه الحكومة التي تتحدث عنها هي حكومة خيالية؟ لا يمكن أبدا تكوين هكذا حكومة بينكم أنتم الفرقاء السياسيين، لأنكم لا تتفقون حتى على أبسط الأمور، فكيف بأكبرها؟ أبدا يا سيدي، إن مجلس النواب رغم أنه يبدو ضعيفا إلا أنه يمكن أن يكون قادرا على تكوين هذه الحكومة ببعض من الضغط من الشعب الذي بدأ الآن يتحرك، والذي بدأ الآن يحس بالجمر تحت رجليه وفوق رأسه. لكن السؤال كيف يمكن دكتور، كيف يمكن أن تكونوا هذه الحكومة مع تيار الإسلام السياسي أو مع بقايا المؤتمر الوطني؟ سيدي، تيار الإسلام السياسي هذا يجب أن يخرج من الموضوع. هذا لم يثبت أن لم يثبت حسن النية، لم يثبت إلا أنه يريد أن يسيطر على البلاد وأن يؤطرها للأيديولوجية التي يحتمي بها. هذا الإسلام السياسي أثبت أنه لا يستطيع وأنه ليس ابن ليبيا. أنا لا أتكلم عن الإسلام السياسي أبدا، أنا أتكلم عن الوطنيين المخلصين الذين يريدون لليبيا أن تقوم، هذا هو الذي أتكلم عنه. أما أولئك فقد أولئك هم محاورو مجلس النواب على طاولة الاتفاق السياسي. سيدي، نحن قلنا أن الاتفاق السياسي قد انتهى إلى صخرة وانتهى عهده. نحن نتكلم عن عهد جديد تقوم فيه حكومة قوية. نحن لا نتكلم. إذا تتكلم دكتور، إذا تتكلم عن حكومة يشكلها طرف واحد. أنا أتكلم عن حكومة يشكلها مجلس النواب وتكون توافقية بين جميع الليبيين، ولا أتكلم عن الإسلام السياسي ولا. لكنك هكذا دكتور، لكنك هكذا تلغي ببساطة شيء اسمه مجلس استشاري، شيء اسمه مؤتمر وطني يوجد في طرابلس. سيدي، أنا لم ألغي أحدا، أنا قلت لك يأتي رجل قوي له شعبية كبيرة وتثق فيه الناس ويكون حكومة توافقية تكون متحالفة مع الجيش في كل مكان في ليبيا، وهذه هي الحكومة التي ستخلص البلاد. أما أن ترتكن إلى تعالى لنتفاهم مع الإسلام السياسي أو تعالى لنتفاهم مع أناس جربنا من هم، نحن لن نتكلم عن هؤلاء، نتكلم عن الوطنيين فقط الذين يرون أن بلادهم تضيع وأنه يجب إنقاذها. إذا يعني كيف يمكن العمل مع رجل مثل الصادق الغرياني في هكذا وجه؟ يا سيد، الصادق الغرياني أثبت من هو، هذا لا أتكلم عنه، هذا بالنسبة لي صفر، هو معزول. أنا لا أتكلم عن هذا الرجل، أنا أتكلم عن الوطنيين المخلصين الذين يريدون أن ينقذوا بلادهم. نعم، لكن لا يمكن نكران نفوذ هذا الرجل، لديه أتباعه، لديه حاشيته، ولديه حتى مجموعات مسلحة تستمع إليه. سيدي، هؤلاء يقومون على القوة، وأنا لا أتكلم مع أناس يقومون على القوة، القوة لا تواجه إلا بالقوة. أما أن آتي إليه وأطلب يده وأقول له يا سيدي سامحنا لقد كنا مخطئين أو تعالى لنكون حكومة معك ونحن نعرف أنها سوف تكون حكومة فاشلة، كفانا هذا الأمر وكفانا هذا الترجي في الناس وكفانا أي شيء آخر. إذا من تفوضون دكتور تكبالي، من تفوضون على بلادنا كي ننقذها؟ من تفوضون حتى يستخدم هذه القوة؟ من؟ حفتر مثلا؟ أنا قلت لك حكومة قوية من مجلس النواب، إذا هي شرعية وهي تتحالف مع الجيش في الشرق والجنوب وفي الغرب، وهذه هي الحكومة التي أتكلم عنها. أتحول إلى المهتم بشأن العام محمد عبيد. أستاذ محمد، من زاويتك أنت يعني كيف ترى المعالجة الصحيحة لخطر الميليشيات وتهديدها العام على المواطنين أولا وعلى قيام الدولة المنتظرة ثانيا؟
والله سؤال جميل، وهذا هو السؤال الجوهري استاذ نبيل، احييك عليه. فعلا في دور المشكله، جذور المشكله في المجموعات المسلحه. المجموعات المسلحه هؤلاء شباب، يعني شباب ليبيين، يعني بطريقه او باخرى من يقول اهلنا. فيعني شيء غريب جدا ان نتكلم مثاليات عن حلول يعني خرافيه ممكن تجينا مغادي ومن هنا. حد فينا في ميليشيات هذه افراد والشباب هذوما للاسف الشديد بعمر صغير جدا، يعني في مواليد التسعين وهكذا. هؤلاء الافراد وابني او اخوي او زوجة يعني من اهلنا، المشكله فينا احنا من هم هذوما اللي مع الافراد مع الميليشيات. صحيح، في النهايه هم لم ياتوا من القمر، يعني هم من ابناء ليبيا، هم من يعني من جيراننا واقاربنا في النهايه. خلينا نتكلم على الاطراف اللي موجودين مع الميليشيات، هذول شباب ليبيين وممكن نسبه كبيره فيهم منهم من طرابلس، اللي ينتموا تحت ما يسمى بميليشيات طرابلس، وفي شباب من مدن اخرى. هؤلاء الشباب انا للاسف الشديد اعتبرهم مرتزقه، يعني هم ماسك سلاح وقاعد مع الميليشيا هذه ممكن شهور او كذا، مرتزق بالمال هذا، يلقوا في المال هذا لاهله، مهموس بدماء اخوه الليبي الاخر اللي بينه وبين اي شيء. فكذبه كبيره حكايه الاجندات والايديولوجيات وكذا، هي في موجوده لكن مش بهذا الزخم الكبير. طبعا احنا ما بنتكلمش على الرؤوس الكبيره المؤلجه اللي في افكارها الفريق الف او الفريق باء، احنا نتكلم على افراد. انا هو فعلا سؤالك اللي المفروض ينفوا عليه الليبيين كلنا، على المجموعات المسلحه هذه موجوده، شنو السبب؟ شنو السبب يعني نخفاش في 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 الوعي في المال في اي برنامج ممكن يلمها الشباب هذا؟ كلنا هذه في امور. لكن استاذ عبيد، استاذ عبيد، لماذا 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 لم لماذا لم يسال المسؤولون او السياسيون الليبيون انفسهم حينما ما تزال يعني كانت اظفار هذه الميليشيات طريه؟ لماذا لم يسألوا هذا السؤال لأنفسهم حتى تحل باكرا؟ يعني لماذا انتظرنا كل هذا الوقت حتى اشتدت أظافر هذه الميليشيات وأصبحت يعني تخربش في جسد هذا الوطن الجريح؟ مضبوط، تمام. هل رؤساء الميليشيات أو الناس اللي نعرفهم مسؤولين الميليشيات بطريقة أو بأخرى الكبيرة اللي قاعدة تمول يعني في تحت تمويلها من الخارج، على سبيل المثال اللي قطروا للسعوديه، هذو طبعا مصلحتهم ان يبقوا، ان تبقى هذه الفوضى، وان يستغلوا هؤلاء الشباب، هذه من مصلحتهم حتى ينتهي برنامجهم، والهدف بتاعهم هو ان يكونوا في السلطه، ان يستولوا على السلطه في ليبيا. هذا اللي صار في 2014 في شهر يوليو، في شهر رمضان على سبيل المثال. بعد ما لكن دعنا من الافراد الصغار استاذ محمد، يعني نعم. يعني كيف يمكن ان يتم التعامل مع اشخاص مثل كارا التاجوري والككلي مثلا في طرابلس؟ والله انا تاملت هذه المجموعات كنا تعاملت مع حكومه الوفاق ان تكون ملتزمه وتكون منضبطه حسب يقول تحت اوامر وزاره الداخليه او وزاره الدفاع. لكن اللي صار يوم الخميس هذا يعطي رساله مفاده ان الميليشيات لا يمكن ان تكون في يوم من الايام منضبطه تحت اي سلطه قويه. اشكرك، نعم واضح، شكرا جزيلا. نعم اشكرك جزيلا محمد عبيد المهتم بالشأن العام، حدثنا من طبرق. الشكر موصول كذلك لعضو مجلس النواب علي التكبالي وللناشط السياسي من بنغازي أشكرك أحمد التواتي، ولأحد مواطني طرابلس الذي حدثنا من هناك محمد التومي. فاصل قصير مشاهدينا، نكمل أكثر. Hey, Allah!
جينا جينا لحم بلادة لحم بلادة بالأعادة والعوادة جينا 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 قوتنا في عزمنا قوتنا في عزمنا قوتنا في عزمنا قوتنا في عزمنا قوية قوة الأحزاب قوية قوة الأحزاب تراسك نحن امر واسدات قوة عظيمة لا نفس قوة عظيمة لا نفس قوة عظيمة لا نفس قوة عظيمة أهلا بكم من جديد مشاهدينا في أكثر. أكثر من دفعة خرجتها معسكرات تدريب سلوك والمرج والأبيار، فرغم كل المؤامرات على الجيش وقياداته إلا أن المؤسسة النظامية تنهض وتزداد مع كل انتصار على الإرهابيين قوة وخبرة. التالي جانب من حفل تخريج يثلج صدور كل التواقين لدولة اسمها الجيش والشرطة، فلنتابع معنا. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أيها الجمع الكريم، اسمحوا لي أصالة عن نفسي ونيابة عن منتسبي إدارة التدريب أن أرحب بسيدي رئيس الأركان العامة اللواء عبد الرازق النظوري، ونقدم له التحية، تحية من رجال أمرهم فنفذوا، وهو قدم لهم كل ما لديه قبل أن يطلبوا، وليس ذلك بغريب على رجل يعمل تحت قيادة حكيمة وشجاعة وراشدة بإمرة سيدي المشير ركن خليفة بالقاسم حفتر. لو خاضت البحر لأخذناها معها، فإن الوقت لا يسع بهذه المناسبة للحديث عن أعمال يراها واجبا ونحن نثمنها ونقدرها. وعلى سبيل المثال لا الحصر، إنشاء الكلية العسكرية ومراكز التدريب، وهذه المراكز هو ما تشاهدونه أمامكم هذا اليوم، فله التحية مرة أخرى. كما نرحب بالسادة الحضور وعلى رأسهم سيدي العميد صقر الجروشي، ونتمنى له من الله سبحانه وتعالى إطالة العمر والصحة والعافية. والذين جاءوا ليشاركون في حفل تخريج دفعة جديدة من دفعات إدارة التدريب من مراكز التدريب من الأبيار ومركز تدريب المرج ومركز تدريب سلوك، ليهنئهم وليشدوا على أيديهم.
أما المشايخ والأعيان فهم ليسوا بحاجة إلى الترحيب، فهم أباء في ضيافة أبنائهم. أيها السادة، نحن عسكريين ونحمل تحت إمرة قيادة شرعية منتخبة من شعبنا، فحمايته والدفاع عنه عن أمنه القومي هي عقيدتنا. وقد ابتليت بلادنا بأولئك الأوباش، وتداعت علينا الشراذم من شذاذ الأفاق من كل حدب وصوب، فذبحوا الأبناء ونهبوا الأرزاق وعاثوا في الأرض فسادا. فمنذ أن ظهرت هذه الوجوه المشؤومة وما وقف نزيف الدماء يوما باغتيالات جبانة وتفجيرات غادرة وسطو وخطف وخراب ودمار. سيادة اللواء عبد الرازق النظوري ومن معه من عمداء وعقداء وضباط وجنود الفرقة الموسيقية والشوق الموسيقي جرنادا الذي يشارك دائما مع المؤسسة العسكرية، الآن تعرض الكراديس بهاماتهم المرفوعة وهم يمرون من أمام المنصة الرئيسية، يحيون رئاسة الأركان العامة ونتابع مشاهدينا هذا الموضوع أكثر مع ضيفنا العميد هاشم بورقعة الكزة، مدير إدارة التدريب بالقوات المسلحة، آمر الكلية العسكرية بمعسكر توكرا. عقيد هاشم، أهلا بك في برنامج أكثر. مرحبا. يعني مرحبا بك أستاذ نذيل. مرحبا بك سيادة العميد. السؤال الذي يطرح نفسه هنا، كيف تتمكن القوات المسلحة من التدريب والتخريج رغم ظروف الحرب والحصار الذي تعاني منها؟ أولا أهلا بك وبإذاعتكم 218 الذي تتابع سير التدريب بقواتنا المسلحة، وهذا ليس غريب على الليبيين بصفة عامة وعلى قواتنا المسلحة
نعم. مثل ما قال سيدي المشير، يد تحارب ويد في التدريب، فنحن ندرب ونخرج الدفعات للالتحاق بالشباب في المحاور. هذه هي الدفعة الرابعة التي تم تخريجها، وهي تفوق 1000 من مراكز التدريب، مركز تدريب الأبيار، مركز تدريب سلوك، مركز تدريب شهداء المرج. وسيكون هناك عدة مراكز بإذن الله في بداية 2017. سيكون هناك مركز تدريب البيضة، وهناك مركز تدريب جدابية، بالإضافة إلى مركز تدريب جرمة، ومركز تدريب العزيزية بالمنطقة الغربية. سيكون هناك عدة مراكز تكون بإذن الله مع بداية السنة، تكون هناك فترة تحضيرية ومن ثم ينطلق التدريب مرة أخرى بإذن الله. ما أهمية إقامة هذه المراكز التدريبية بالنسبة للقوات المسلحة سيادة العميد؟ هذه هي العمود الفقري، إدارة التدريب هي العمود الفقري للقوات المسلحة. إن لم تكن هناك مراكز لم يكن هناك جيش. هذه هي الأهمية. لابد أن يتحول العسكري من مدني إلى عسكري، لابد أن يتدرب على جميع أنواع الأسلحة الخفيفة لمدة 6 شهور، ثم يتحول إلى تخصص، ومن ثم ينزل إلى المحاور للدفاع عن التراب ليبيا حتى نطهرها من ذلك الأوباش. منذ فترة بسيطة نعم سيد، منذ فترة بسيطة العقيد المهدي البرغثي الذي سمي وزيرا للدفاع في حكومة الوفاق المقترحة قال في مؤتمر صحفي من طرابلس بأنه لم يتم تخريج دفعة نظامية واحدة في شرق البلاد، وقال ذلك بنبرة تحدي. ماذا تقولون أو كيف تردون عليه؟ أولا أنت تعرف أن إدارة التدريب تستمد الشرعية من القيادة العامة ومن مجلس النواب، فهي إدارة التدريب هي التي تشرف على تخريج المراكز وتخريج الدفعات. فنحن لنا شرعية من مجلس النواب، لنا شرعية من القيادة العامة، نتلقى التعليمات، نقوم بالتدريب، والتدريب متواصل بالمنطقة الشرقية، وسيكون بإذن الله بالمنطقة الغربية والمنطقة الجنوبية. إذن ماذا تقول للبرغثي الذي كان يوما يعني ضابطا في صفوفكم؟ البرغثي لا يمثل إدارة التدريب ولا يمثل القيادة العامة. البرغثي يمثل نفسه. لا تنسى أني أنا قلت لك أن نحن إدارة التدريب لنا شرعية مع القيادة العامة. نعم. البرغثي ليس له شرعية مع القيادة العامة. نعم، لكن السؤال هنا ليس عن الشرعية، ولكن السؤال هنا عن تصريحات يتحدى بها المهدي البرغثي وزير الدفاع المكلف في حكومة الوفاق الوطني القوات المسلحة في شرق البلاد. كيف يعني المهدي ليست له شرعية مع القيادة العامة؟ طيب، يفعل ما يشاء ويصرح ما يشاء ما يقول، ولكن الشرعية للإدارة التدريب التابعة للقيادة العامة والتابعة لمجلس النواب. نحن لدينا الحكومة موجودة، مجلس النواب موجود، القيادة العامة موجود، التدريب الصورة أبلغ من الكلام. يعني الرد على المهدي البرغثي هو بهذه الاحتفالات التخريجية. نعم، يعني الرد الأبلغ على البرغثي هو بهذه الاحتفالات التي تنظمونها عند تخريج كل دفعة. بالتأكيد احنا خرجنا الى الدفعة الرابعة، تتعدى الالاف الدفعات السابقة، والجنود موجودين بالمحاور. من حرر بنغازي في المحاور مع الشباب المساند مع الوحدات الموجودة؟ هم ابناء المراكز ينهون التدريب ثم يلتحقوا بالمحاور. طيب كيف يتم التعامل مع الخريجين؟ يعني جميل، دربتموهم لفترة، احتفلتم بتخريجهم، ما الخطوة التي أو الإجراء الذي يأتي بعد الاحتفال مباشرة؟ يعني نرى فقط الاحتفالات، لكن ما بعد الاحتفالات لا نعرف الكثير عن الدفعات. لا، لو كنت متابع جيد للوحدات اللي تخرجت في السابق تم توزيعها نتائج موجودة كتيبة 106 وهي الآن تشترك في المحاور. هل هي أحد الدفعات السابقة؟ أنت تشاهد التخرج
ولن تشاهد توزيع الكتائب. نعم. طيب هذه الكتيبة التي أو الدفعة وسيتم هذه عفوا سيد نبيل عفوا سيتم اختيار كتيبة وتلقيها دورات تخصصية. الدفعة التي الدفعات الموجودة أمامك الدفعة التي احتفلتم بتخريجها قبل نحو أسبوع تقريبا في معسكر الأبيار، هذه لنضرب بها مثالا عمليا إلى أين سوف توجه؟ ما اختصاصها؟ هذه سيتم توزيعها إلى ثلاث كتائب على الأقل، ثم تبدأ في تدريب التخصص، ومن ثم تنزل للقتال للدفاع عن الوطن. يعني الإجراءات موضوعة من قبل القيادة العامة ورئاسة الأركان، سيتم توزيعهم زي ما قلت لك. أنت تشاهد التخرج ويجب أن يكون هناك متابعة لتوزيعهم إلى كتائب. نعم. هل من برامج دعم دعنا نقول خارجية أو مشتركة مع دول أو قوات مسلحة لدول أخرى في هذه البرامج التدريبية؟ البرامج التدريبية بالنسبة للتدريب الأساس سيكون داخل ليبيا، ممكن يكون تدريب التخصص، إرسال مجموعات لتلقي دورات. أنت تعرف أن في نهاية الشهر سيكون هناك تخريج دفعة من الضباط من المملكة الأردنية الهاشمية ولدينا دورات داخل جمهورية مصر العربية، سيتم التحاقهم بهذه الكتائب. والغريب أنه لديكم دورات أيضا حتى في تركيا. بالنسبة للدورات كيف يمكن فهم هذا من جهة؟ نعم. كيف يمكن فهم يعني أن يكون هناك متدربين للمؤسسة العسكرية في تركيا في نفس الوقت؟ نعم. الذي يعني تؤكد فيه قيادة القوات المسلحة على يعني مؤامرات أو على يعني عرقلة تقوم بها الحكومات التركية ضدها. أولا الدورات يتم إرسالها من قبل القيادة، ونحن الآن ما عندناش دورات خارج في تركيا أو في أي دولة أنت لك بها القصد. نحن دوراتنا حاليا موجودة بتنسيق من القيادة العامة، ما في دورات في تركيا. أوقفتم ذلك يعني ولا كيف؟ الآن لا توجد دورات لقواتنا المسلحة في تركيا. طيب ما فيش الكلام هذا. لكل من يشكك في عقيدة الجيش وفي وطنيته ماذا تقول؟ نعم نعم. لكل من يشكك في عقيدة الجيش ووطنيته، تعرف عميد هاشم بأن هناك حملات تشويه من سياسيين، من قنوات إعلامية، من تيارات حزبية ضد الجيش وأفراد الجيش وضد هذه المؤسسة التي تنمو في شرق البلاد، ماذا تقول لهؤلاء؟ بالتأكيد أعداء النجاح في كل مكان سيد نبيل. نحن لن يعيق تقدمنا أو تدريبنا أي مشوش أو أي عدو يكون من داخل ليبيا أو خارج ليبيا. المشكك يقول ما يشاء، الصورة أبلغ من الكلام. نحن ندرب ونقاتل في مدة قصيرة لا تتعدى سنتين سيد نبيل. تم تخريج الألاف من قواتنا المسلحة بفضل القيادة الحكيمة لسيد المشير وسيد اللواء عبد الرازق بالإشراف على التدريب. يعني هذا فخر لقواتنا المسلحة. نحن قواتنا المسلحة موجودة، نحن نستكمل قواتنا المسلحة، وبفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الإشراف للقيادة ولرئاسة الأركان تم تخريج دفعات لا يعيق تقدمنا أحد ولا يؤثر أحد بكلام أو بتعليق أو بتشويش على القوات المسلحة. القوات المسلحة موجودة، القوات المسلحة تحارب الإرهاب نيابة عن العالم بأقل الإمكانيات. أنت شفت المداخلة مع السيد العقيد أحمد المصماري الناطق الرسمي لما كان يتحدث عن أفراد الهندسة حفظهم الله سبحانه وتعالى كيف يتعاملون مع الألغاب، والدول مكتوفة الأيدي التي تدعي أنها تحارب الإرهاب حتى معدات هندسية لم ترسل إلى القوات المسلحة الليبية.
هناك بعض الدول العربية تقف مكتوفة الأيدي أمام القرار الذي صادر بحق القوات المسلحة بالحظر على الأسلحة. نعم. كيف يحاربون الإرهاب؟ اليوم خلال سنتين تمكننا من تحرير نص ليبيا، والآن متجهين إلى الغرب وإلى الشرق وإلى الجنوب بإذن الله. اليوم تكلمنا سيادة العميد، تكلمنا اليوم من القاهرة، ولعلك قد قدمت إليها قبل ساعات قليلة من بدء هذه الحلقة. أولا الحمد لله على سلامتك. لا تحدثنا عن أسباب هذه الزيارة، أنباء عن اجتماع عربي لأمن قومي، ما حيثيات هذا الاجتماع وما أهميته بالنسبة للقوات المسلحة وللحرب المخاضة في ليبيا؟ أولا سيد نبيل الله يسلمك، احنا في الشهر الماضي ترأست ليبيا المؤتمر في المجلس في المؤتمر بجامعة الدول العربية الحرب السبرانية، حاليا قادمين بإذن الله على مناقشة حرس الحدود بالنسبة للدول العربية بصفة عامة والهيئات التدريب بصفة عامة، على أساس أن لابد يكون فيه اتفاق عربي بإذن الله بما يخص الحرب السبرانية وهي طبعا الحديثة حاليا، كذلك حرس الحدود بإذن الله حيتم النقاشات على هذا الأسلوب بإذن الله. نعم سيد نبيل، أشكرك جزيلا. العميد هاشم بورقعة الكزة، مدير إدارة التدريب بالقوات المسلحة، آمر الكلية العسكرية بمعسكر توكرا، نشكر يعني حضورك وظهورك معنا في برنامج أكثر على قناة ليبيا روحها الوطن. نوجه رسالة لمدينة الزاوية، إن شاء الله ربي يصلح حال العباد ويهدي النفوس، وإن شاء الله نشوف مدينة الزاوية كيف مكانته أحسن. الزاوية بها العديد من الناس والحكماء والخيرين، وبوجودهم لن تقوم لمن أراد بها فتنة قائمة بإذن الله. أهلا بكم من جديد مشاهدين في أكثر. نشرت مؤخرا منظمة الصحة العالمية أخبارا مقلقة ويمكن وصفها بالمفزعة كذلك، بخصوص موت أطفال حديثي الولادة في منطقة الجنوب من البلاد، وعزت الأسباب إلى تدني مستوى الخدمات الطبية هناك. حول هذا الموضوع للتأكد من هذه المعلومات نستضيف المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور أحمد العليقي. دكتور أحمد أهلا بك في برنامج أكثر. مرحبا بك أستاذ نبيل ومرحبا بالمشاهدين الكرام. دكتور، أولا ما صحة هذه المعلومات التي نشرت من قبل شخصيات من منظمة الصحة العالمية وتم تناقلها عبر وكالات الأنباء ومواقع الأخبار الداخلية والخارجية؟ هذه التصريحات طبعا خرج بها الدكتور حسين جعفر، هو الممثل لمنظمة الصحة العالمية لدى ليبيا، ونحب نشير أن لا نريد بمثل هذه التصريحات إثارة الرعب، بل بالعكس هو لفت الانتباه لصناع القرار سواء داخل ليبيا أو خارجها من المجتمع الدولي إلى مثل هذه الحالات، وترى أن منظمة الصحة العالمية أن هذا هو اختصاص أصيل لها وأن واجبها أمام ليبيا وأمام الليبيين أن يتم إثارة مثل هذه المواضيع. تم بالإشارة في هذا البيان إلى أن هناك 73 حالة طبق الإحصائيات ما بين شهر يوليو ووسط السنة الحالية، تقصر طبعا بالنسبة إلى نقدر نقول اللي هو إتيان لمثل هذه الحالات أو السبب الذي من وراءه أدت إلى وفية هذه الحالات. هناك 22 حالة نتيجة لمضاعفات داخل الرحم، و 18 حالة نتيجة لاختناق أثناء عمليات الولادة، و 16 حالة بسبب الولادة المبكرة، و 4 حالات بسبب اللي هو أمراض تسمم الدم. لعل أن معظم هذه الأسباب يمكن علاجها بكل سهولة إذا ما توفرت الخدمات الصحية المناسبة. هذا يجعلنا نتساءل دكتور أحمد عن
الوضع الفعلي الذي توجد به المراكز والمستشفيات في منطقة فزان أو جنوب البلاد؟ يعني ما الواقع الذي يوجد في تلك المراكز حسب ما ترصده منظمة الصحة العالمية؟ هناك مشكلة في نظام المعلومات في ليبيا، ولا يخفى على الجميع نظام المعلومات في ليبيا هو نظام نقدر نقول انه هو بدائي نوعا ما. فنتيجة لكثرة هذه الحياة قيم منظمة الصحة العالمية قامت بتقييم للوضع الحالي في هذه المستشفيات، وخرجنا إلى أن هذه المشاكل تنظر اشتقت الأعمدة الأساسية لأي نظام صحي، وهو في النظام الصحي سواء من القوى العاملة، نظام المعلومات القدرة للتسجيل، سواء من النظام المالي الذي تعاني منه ليبيا نتيجة في التدهور الأمني، وكذلك النزاعات بين الأطراف الليبية، وكذلك إلى الإدارة أو مشكلة الإدارة والحوكمة. لكن لماذا سجلت هذه الحالات في الجنوب وليس في منطقة أخرى من ليبيا؟ لماذا ليس في الشرق أو في الغرب؟ لماذا الجنوب تحديدا؟ الوضع في جنوب ليبيا هو وضع حرج نتيجة لنزوح القوى العاملة هناك، وكذلك نتيجة لقلة الإمداد أو قلة الإيصال مثل هذه المعونات في الوقت الذي تحتاج إليه مثل هذه المرافق، وكذلك ضعف التجهيز الصحي في هذه المرافق. بناء عليه تم تقييم السريع للوضع من قبل منظمة وتدارك الموضوع سعي لتفادي مثل وقوع مثل هذه الحالات بصفة عاجلة، وخرجت بمشروع أو بخطة عمل استجابة سريعة الذي تمحورت على توفير المواد المطلوبة التي منها مثلا توفير الأدوية والمستلزمات الضرورية التي ممكن أن نذكر على سبيل المثال كما ورد في البيان توفير 8 حضانات لأطفال وللأحدثي الولادة و5 أجهزة تنفس صناعي. هذه الأجهزة كانت تنفس لمركز مثلا مركز 7 الطبي الذي يعتبر قبلة لمثل هذه الحالات الذي يتم تحويل مثل هذه الحالات إليها. كذلك العلاجات وتوفير اللي هو الأدوية الأساسية التي منها المضادات الحيوية، كذلك الأدوية اللازمة لعمليات الولادة، وكذلك توفير مجموعات دوائية وعدة من قبل منظمة الصحة العالمية للولادات الطبيعية. لكن هذه البرامج وهذه الخطط لتقديم وتسهيل المعونات سوف تتعامل منظمة الصحة العالمية فيها مع أي وزارة صحة، التي في طبرق أو البيضاء بالأحرى أم التي في طرابلس والتي تتمثل في حكومة الوفاق المقترحة؟ مثل هذه التذبذبات السياسية في الواقع أنها لا تعوق أو أنها ممكن أن هي تؤخر مثل لا يبدو أنها أعاقت، لأن وزير الصحة رضا العوكلي في الحكومة المؤقتة يعني اشتكى كثيرا من دخول حكومة الوفاق المقترحة على الخط يعني، وأشار إلى برامج واتفاقيات بين الوزارة ومنظمات خارجية من بينها الصحة العالمية. منظمة الصحة العالمية لو سئل مثل هذا السؤال أي حكومة فترى أن على قمة هذه المنظمات التي تتعاون مع الوزارات هي منظمة الصحة العالمية، وهذا يعني يرجع إلى أصول منظمة الصحة العالمية وهو التعامل مع جميع الأطراف دون حد سواء. الذي تهتم به هي منظمة الصحة العالمية هو توفير الدواء للليبيين على حد سواء، سواء كانت في وزارة ما أو غيرها. بالعكس أنها ضربت مثال ممكن على سبيل المثال الحملة التطعيمات التي قامت بها في شهر أبريل السابق، ووصلت هذه الحملة حتى إلى مدينة سرت أثناء وجود المجموعات المتطرفة داخل هذه المدينة، ولكن تم إيصال مثل هذه التطعيمات. هذا دليل أن منظمة الصحة العالمية تتعامل مع الليبيين بصفة عامة وليس على حالة دون حالة أو مكان دون مكان، ولا دخل لها بأي تجربات سياسية. ممكن وزارة الصحة اللي هو في البيضاء سواء أو كانت في طرابلس لا يمكنون على دعم منظمة الصحة العالمية دعم من خلال توفير العلاجات والمجموعات.
لكن تبقى المنظمات الدولية ومنها منظمة الصحة العالمية محدودة التأثير، لأن هناك مسؤولية تقع على الوزارات الصحية والتي يجب أن يتم التعامل معها. هو منظمة الصحة العالمية هي توفير مثلا هذه التي شبطنا وذكرها، مثلا توفير أجهزة الصرف الصناعي أو حضارات. رأت أن منظمة الصحة العالمية أن من الواجب أن توفيرها على وجه السرعة. يعني طيب أخيرا دكتور أخيرا، يعني منظمة الصحة العالمية تحمل مسؤولية وفاة 73 مولود في الجنوب على من؟ يعني من يتسبب أو من كان سببا في موت هؤلاء الأطفال حديثي الولادة من وجهة نظر منظمة الصحة العالمية؟ هو ليس لجهة معينة المسؤولية على مثل هذه الحالات، بل هو النظام الصحي في ليبيا الذي يعاني نتيجة للوضع التي تعاني الدولة الليبية. لا تستطيع أن تلوم حكومة سواء في الشرق أو في الغرب أو في الجنوب على مثل هذه الحالات. هذا يعتبر جزء من الكل ومن المسألة الليبية المعقدة والتي من النظام الصحي. توفير هذه الاحتياجات هي طبعا بالنسبة لحالات مثل هذه تتدخل منظمة الصحة العالمية إذا رأت أنها تمس حياة مرضى أو تمس حياة مواطنين ليبيين، فتجد أن منظمة الصحة العالمية من واجبها في التدخل في مثل هذه الحالات. وفعلا ممكن يعني من أغسطس إلى هذه إلى شهر ديسمبر، لأن نحن في شهر ديسمبر، لو قمنا فقط بدراسة مثل هذه الحالات أو عدد الوفيات لوجدنا أنه في تناقض. وهذا دليل أن تدخل منظمة الصحة العالمية له تأثيرها. كذلك تأثير العمالة، لا يمكن أن ننكر أن هناك منظمات ومكاتب تتبع المنظمات الدولية سواء منظمة الأمم المتحدة أو غيرها في توفير العمالة والذين يقومون على هذا الموضوع. تدريب العمالة كذلك في شهر ديسمبر إن شاء الله سوف تقوم منظمة الصحة العالمية بخطة من أجل تدريب العمالة الموجودة هناك حتى يتم تلافي مثل هذا الوقوع. شكرا جزيلا الدكتور أحمد العليقي المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا في الجزء الأخير من أكثر. فرق شاسع بين الميليشيات والجيوش النظامية، فالأولى تسبب الفوضى في ليبيا وتعيق قيام الدولة الجديدة، والثانية تحارب هذه الفوضى بكل بساطة. كثيرون رفعوا شعارات وكتبوا مناشير وتظاهروا في مدن كثيرة مطالبين بالجيش والشرطة، رافضين لشرعنة الميليشيات باسم الثورة. الثورة نفسها التي خرجت على الظلم وإرهاب الحكم باتت تمارس، بل بات يمارس من نصبوا أنفسهم أوصياء عليها لإرهاب نفسه وربما أكثر. فنتابع. أيوب شاب من الزاوية يهوى الإخراج وصنع فيلما قصيرا يحمل رسالة بالخصوص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوب بشكار من مدينة الزاوية، العمر 20 عام، مخرج أفلام قصيرة، وإحدى هذه الأفلام كانت ذئاب في ودينة. طبعا ذئاب في ودينة يحكي قصة واقع نعيشه كل ساعة في بلادي أو كل يوم في مدينتي الزاوية. الفيلم قصة الفيلم تدور حول عسكريين، اثنين عسكريين قاموا بالهجوم على بوابة وهمية وتم اختطافهم في هذه البوابة، وبعدها طلبوا لهم فدية. طبعا هجموا عليهم جماعة يتبع العسكريين وقاموا بفك سراح المخطوفين والانتقام وإقامة حد من الجاني. طبعا في نهاية الفيلم حتلاحظ ان الشباب كتبوا لكل خاين نهاية، وهذا الشيء اللي لاحظناه في كل مشهد يصير في البلاد. الهدف والمغزى من هذا الفيلم هي رفع الغطاء الاجتماعي عن المجرمين ومحاربة كل مجرم، وان شاء الله نكون وصلت فكرة صحيحة بطريقة حماسية في فيلم قصير. الفيلم كان من بطولة أسامة البشكار وعبد اللدود النسر. طبعا الفيلم خد مني يوم أو 6 ساعات في التصوير. الفيلم كان من تصويري ومونتاجي
بمعدات بسيطة، ولكن تصوير خدم جهد، حيث كان تصوير بكاميرا واحدة من جميع الزوايا. نوجه رسالة شكر لحسين الشاوش وطه النسم لمساعدتهم المادية لإنجاح هذا الفيلم. شكر خاص لجميع الشباب اللي شاركوا معنا في التمثيل في هذا الفيلم، لولاهم ما كانش فيلم حيكون بشكل ناجح. الفيلم لم يصل للمستوى الممتاز، ولكن إن شاء الله تكون دافئ ولينا بداية لانطلاقة قوية في المستقبل إن شاء الله. طبعا بخصوص العمل القادم ان شاء الله حيكون فيها جزء ثاني من ديار في ودينا، وان شاء الله يكون افضل من الجزء الاول. وان شاء الله تكون ديار في ودينا بدايه لي في عالم صناعه الافلام. نوجه رساله لمدينه الزاويه، ان شاء الله ربي يصلح حال العباد ويهدي النفوس، وان شاء الله نشوف مدينه الزاويه كيف ما كانت احسن. الزاويه بها العديد من الناس والحكماء والخيرين، وبوجودهم لن تقوم لمن اراد بها فتنه قائمه باذن الله. تحية خاصة لكل من جهد ولو بالكلمة لإيقاف نزيف الدم في الزاوية، ونسأل الله أن يوفقنا إلى طريق الحق والصلاح بإذن الله. نوجه رسالة لكل ليبيين يسرنا دم، نوجه رسالة للسياسيين أن نتجاوز الخلافات، الوقت وقت بناء الدولة، والإصلاح يأتي بالجميع وللجميع. وشكر خاص لقناة ليبيا لاستضافتها لهذا العمل الخاص، وشكرا جزيلا للمشاهدين. ونستضيف في أكثر المخرج الشاب الهاوي أيوب البشكار. أيوب أهلا بك في البرنامج. السلام عليكم. أهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله. أيوب، الفيلم قمت أنت بإخراجه قبل سنة تقريبا، أليس كذلك؟ سنة 2015 كان في شهر يونيو 15 أو 16 يونيو. توجه أيوب رسائل من خلال هذا الفيلم، إذا بعد سنة من عرضه او بعد سنه من انتاجه، هل وصلت الرساله ام لا؟ والله يا اخوي نبيش نقول لك، الليبيين نحتاج لوعي. الليبيين ما مش مهتمين بالجانب الافلام، مش مهتمين بمتابعه الافلام هذه. الفيلم انا من البدايه ما بعتاش الفيلم هذا، الفيلم طول عرض اول ما تم مونتاجه، عرضته طول على موقع اليوتيوب طبعا، وانت ما شفت المقطع وكلمتني. الفيلم كان بدايته قصة بوابات الوهمية كانت منتشرة بكثرة في مدينة الزاوية، وطبعا في ليبيا بالكامل، لكن منتشرة بكثرة في مدينة الزاوية. وفكرة هذا الفيلم كانت من واقع مدينة الزاوية يعني. طيب، هل تغير الواقع بعد سنة من تصوير هذا الفيلم في الزاوية أم لا؟ والله تحسن بعض الشيء، ولكن لما نقولوش تغير، تحسن بعض الشيء. طيب، هذا يجعلنا نتساءل عن الجزء الثاني من الفيلم، انت اشرت الى هذا الموضوع. نعم اخوي نبيل، باذن الله حيكون في جزء ثاني من ذئاب في ودينا، يكون يعالج مشكله اخرى من المشاكل اللي تعاني منها بلادنا. ايوب، في الحقيقه نحن نتشرف في برنامج اكثر باستضافتك، انت ما شاء الله عمرك كم؟ 20 سنه ان شاء الله. ما شاء الله 20 سنه، والعمر اللي قدام يعني كله موجود عندك ان شاء الله. يعني والعمل يعني الآن سوف نشاهده كاملا في نهاية البرنامج. يعني إن كانت بدايتك هكذا، فنتوقع أن تصل إلى يعني أفق بعيدة في المستقبل. نرجو لك كل التوفيق بإذن الله تعالى. أخوي أشكرك جزيلا أيوب البشكار، المخرج الشاب الهاوي البشكار، كما تابعتم وكما سوف نتابع في الفيلم الآن، صنع فيلما يتناول خطر الميليشيات وتفاقمها في ليبيا. نتابع فيلم ذئاب في ودينا كاملا.
إذن مشاهدينا الكرام، تابعنا قبل لحظات فيلم ذئاب في وادينا في عرض كامل للمخرج الشاب من الزاوية أيوب البشكار. يعني بالنظر حسب ما فهمنا إلى أن هذه التجربة هي الأولى سينمائيا لأيوب، فيعني ما شاء الله، يعني نتوقع أن يكون أيوب يعني اسم لابع مستقبلا، وطريقة المعالجة نفسها هذه تستحق الإشادة وتستحق التبني من ناحية الموهبة وتصوير وتجسيد هذه الوقائع التي توجد في ليبيا، ومن ناحية أيضا يعني كون مجموعة من الشباب، أيوب نفسه المخرج 20 سنة، باقي الممثلين لاحظتم أنتم إما 20 أو حتى أقل، يعني هناك من لازال يشبه الطفل يعني يضحك بين المشاهد الدرامية الجادة، لكن كل هذا يضع علامات استفهام كبيرة حول إن كان أطفالنا الصغار، الفتيان الصغار، الصبيان لديهم هذا الوعي وهذا الحس الوطني ويرون الحلول لليبيا ولأزمة ليبيا من خلال يعني هذه الأفكار ومن خلال هذه التجارب التي يقومون بها، كل في خطه وفي موهبته وفي إبداعه. أيوب يهوى الإخراج، صنع فيلما، هناك من لديه يعني حب وميل الأعمال التطوعية، يقوم بأعمال خيرية، وهو والكثير من الأعمال الشابة التي تجعلنا نحن أبناء هذا الجيل نتفائل ونطمئن بأن ليبيا سوف تتحسن وإن طال هذا المرض العضال الذي يصيبها. ربما مشكلة ليبيا في 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 نخبها الكبيرة المخضرمة المثقفة التي يعني ظن الشعب بأنهم سوف يقودون ليبيا إلى شاطئ آمن ومريح، ولكن هذا الشاطئ بات بعيد المنال وتتلاطمه الأمواج الكثيرة. نعول على أيوب وعلى أمثال أيوب، هناك جزء من الشباب الليبي صغار تم استهدافهم في تيارات سياسية، في أفكار أيديولوجية متطرفة، وفي ميليشيات بسبب أو بحجة أو بأخرى، ولكن هناك قسم كبير مثل أيوب وأقرانه من ينظرون إلى الأمور بعين صحيحة و يعني تعول عليهم ليبيا كثيرا. إذا مشاهدينا الكرام، رغم نهاية الفيلم كتبوا الشباب لكل طاغية أو لكل خاين نهاية حسب المشهد الدرامي الذي سار به الفيلم، ولكن نحن نريد نهايات الطغاة ونهايات الخائنين بالقانون، القانون أولا وأخيرا. انتهى أكثر، في أمان الله.